يا شباب، شباب معانا انتم؟ نعم دكتور نعم وياك. دكتور موجودين. يلا هتشوفون هذا الستريب. نعم دكتور. زين، ايش هتشوفون بينه؟ الريجولر يعني هو هذا بينه جزئين الحقيقة. الجزء الأولاني، ريجولر الجزء الأول والجزء الثاني الريجولر اتفق. سوري، ايه جزء، سوري، ايه جزء بالبداية، النصف الأول وبعدين النصف الثاني. يعني هذا جزء وهذا جزء، فهذا اللي حد هير، هذا شو تقولون عليه؟ ريجولار دكتور نورمال بي ويف. نعم دكتور نورمال نورمال بي بريزم ويف وريجولار، يعني يبدو ساينس رثم. مو تمام؟ نعم دكتور زين، هذا الجزء، هذا الجزء شو تقولون عليه؟ هذا فروم هير هم ريجولار دكتور بس ساينس اوف تيخيكاردي ونو بي ويف. تاكيكارديا ريجولار نو بي ويف. نعم زين، يعني هذا ممكن نقول عليه ساينس تاكيكارديا. نعم دكتور ممكن. ليش؟ انت مو قلت ماكو بي ويف؟ لا انا العفو اتيريال فابريكيشن ممكن يكون. انت قلت لي انه there is no بي ويف، مو نعم صحيح؟ نعم فمن ماكو بي ويف معناته this is not not science of tachycardia not science tachycardia. مو تمام؟ نعم ساينس tachycardia لغيناها من حساباتنا. زين، ايش ممكن يكون؟ ممكن يكون atrial fibrillation. ممكن نعم دكتور no في وي شنو الشيء اللي against atrial fibrillation here؟ regular هنا regular بس ال atrial fibrillation ممكن يجي regular هذاك لازم يكون الريجولار، نعم مو ممكن يجي نعم اتريال نعم فيبريليشن، لازم يكون الريجولار. هذا باعتباره ريجولار، this is against atrial fibrillation، باعتبار نعم ماكو بي ويف، this is not sinus tachycardia، باعتبار لانه نارو كيو ار اس كومبلكس، it is something supra ventricular مو ventricular، فهذا هو الكرايتيريا اوف supra ventricular تاخيكارديا نعم اس في تي. كمان arrhythmia daily احنا نشوفها بالطوارئ. زين، ف we should know all of about it. فالريت الحقيقه هوني variable، يعني اول ستريب كان الريت بحدود 70s، بعدين صار بحدود 140 بالبدايه regular، بعدين يعني مرحله الريجولار بس كل واحد لواحد. البي ويف كانت نورمال بعدين it is absent، بي ار انترفال كان نورمال بعدين it is absent، كارس كومبلكس واز نورمال، اند ذيس از سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. اذا نركز على الستريب هذا ونشوف هذه البيت، هذه اشني this one، هاي البيت ايش فيها؟ هذه البيت تدخل ضمن تعريف البريماتشور اتريال بيت. يعني إذا نلاحظ هذه اللي duration between two QRS complexes اللي بحدود أربع مربعات وشوية، هون ثلاث مربعات وجدنا هاي البيت. مو تمام؟ ال P wave هذه تختلف عن هذه، هذه smaller in size، فهذه atrial ectopic. Atrial ectopic بعدين استمرت as a supraventricular tachycardia. بالsupraventricular tachycardia لازم يتوفر عندنا شغلتين كباثوفيسيولوجي، ولازم نفهم الباثوفيسيولوجي حتى نفهم المانجمنت مالتنا. الشيء الاول لازم تكون عندنا اكسترا اب نورمال اكسترا باثوي. يعني احنا الـ 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 بالحالات الاعتياديه قدنا الاكشن بوتنشال يصل الاي في نود
من الاي في نود يبدي ينزل داون الى الفنتركل، يعني رايت باندل وليفت باندل والى اخره. بالسوبرا فنتركل تكيكارديا عندنا مسار ثاني، اما يكون داخل الاي في نود اتسلف او يكون خارج الاي في نود اتسلف. زين، يعني كانما تو سايد سايدين، مكان ما وان سايد والاكشن بوتنشال يمشي باتجاه واحد من الاتريا من الفنتركل، اكو اشخاص عندهم كونجينيتالي اب نورمال اكسترا باثوي. في اغلب الحالات هذا الفسيولوجيكال اب نورمال باثوي يكون داخل الاي في نود اتسلف. زين، فاللي يصير، وما اريد ندخل كثير بالفسيولوجي التفاصيل، اللي يصير انه من تجي هاي البيت اللي هي البريماتشور بيت، it will be conducted، راح تنزل through the normal pathway بعدين retrogradely go back through the abnormal pathway، ترجع through the abnormal pathway، ترجع through the abnormal pathway، it will repeat itself as a re-entry circuit، re-entry circuit حول الـ IV node، وهذا اللي يؤدي to this tachyarrhythmia. هذا اللي يؤدي to this، يعني إذا ظل تتكرر السيركل، وهذا اللي يؤدي إلى supraventricular tachycardia. هذا نسميه atrioventricular nodal re-entry tachycardia، اللي most of the cases will be like this. النوع الثاني أنه يكون عندنا الأبنورمال باثوي ما بين الأتريوم والفنتركل، مو through the IV node، وإنما أكو فد إكسترا بندل تربط الأتريوم بالفنتركل، نسميها أتريو فنتركولر ري انتري تكيكاردي. تعرفون هذا السندروم شو نسميه؟ من يكون عندنا إكسسوري بندل تربط الأتريوم بالفنتركل؟ The excitation syndrome، Wolfian Parkinson White syndrome. Yes, this is the WPW syndrome or a pre-excitation syndrome. WPW syndrome أنه يكون عندنا accessory bundle ما بين the left atrium and left ventricle أو the right atrium and right ventricle. فالaction potential ينزل through the AV node and go back through this accessory pathway، وهذا يؤدي إلى re-entry tachycardia. هذا الـ ECG of patient with paroxysmal تسمى supraventricular tachycardia. أنا أشوف الـ ECG regular rapid rate، يعني يكون بحدود 140 to 180 absent P wave and non-QRS complex. هذه هي ميزة الـ SVT. Regular فIt is not atrial fibrillation. Absent P wave فهي مو sinus tachycardia ولا atrial tachycardia، لأن atrial tachycardia قلنا عادة أكو P wave لكن تكون inverted. Narrow QRS complex فIt is not مثلا هي مو ventricular tachycardia. How the patient presented؟ شلون يجينا الـ patient with this SVT؟ يلا يا شباب. Palpitation دكتور. يجي palpitation. Main complaint of such patients هي palpitation. طبعا معظم المرضى هم عادة chronic visitors، لأنه الحالة هي مثل ما مكتوب paroxysm، يعني تجعل شكل paroxysm. فكثير من المرضى يجي with recurrent attack of palpitation. وكثير من المرضى حافظين الدياغنوسز، يعني يجيك للطوارئ يقول لك دكتور انا عندي اس في تي وحاليا صار عندي خفقان، صار لي بحدود نص ساعه ساعه الى اخره، معظمهم حافظين الدياغنوسز مالتهم. زين، ال هاو وات از اور ابروتش تو ذيس بيشنت، شو راح نسوي؟ بالبيتيشن اول انفستيجيشن نطلبه طبعا هي الاي سي جي، وجانا الاي سي جي بهذا الشكل. واتس نيكست؟ First step Valsalva maneuver. الأول شيء إحنا we should assess the hemodynamic status of the patient. يعني هل أنه the patient hemodynamically stable ولا hemodynamically unstable.
إذا نرجع رجوعاً إلى الستارلينج لو اللي هو قانون يعني الكاردياك أوتبوت يساوي الستروك فوليوم بالهارت ريت، تتذكرون هذا القانون؟ هذا القانون يطبق إلى حد معين يعني، وأكو فت كيرف أذكر يعني كنت ماخذين أيام الفسيولوجي أنه كل ما يزداد الهارت ريت يزداد الكاردياك أوتبوت إلى حد معين بحدود 170-180. بعده إذا ازداد الهارت ريت أكثر راح يصير عندنا drop of the cardiac output، الكارديك output راح يبدأ يقل. زين طبعا هذا سببه أنه ما يكون عندنا فد وقت للventricle to be filled with the blood، عسري 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 بيها contraction بحيث ما يكون أكو وقت أنه تملي blood. زين فهذا يؤدي إلى إذا كان الريت أكثر من 170-180 يؤدي إلى أن الpatient will develop decreased cardiac output، وdecreased cardiac output ممكن يؤدي إلى hypotension، ممكن يؤدي إلى syncopal attack. بعدنا يعني some of the patient may presented with syncope أيضا إذا كان very rapid heart rate. في hemodynamic status أنه how to be يعني شلون نعمل assessment، شين الماركرز، خلينا نسأل شين الماركرز of hemodynamic instability. ياهو المريض اللي تقول عليه هذا hemodynamically unstable. Disturbance in level of conscious. Yes. Hypotension. Dyspnea or chest pain. Yes. Hypotension إذا كان systolic less than 90. Disturbed level of consciousness أو impaired sensorium. Chest pain and pulmonary edema. أي واحدة من هذول إذا موجودين فهذا معناته أنه the patient is hemodynamically unstable ويحتاج إلى very rapid action أن نرجع rhythm of the patient to normal sinus rhythm. How to manage such patient؟ If hemodynamically unstable, we go to cardioversion. يعني إحنا الحقيقة خلي يكون الابروتش مالتنا هالشيء. احنا عملنا ECG assess hemodynamic instability كل المرضى حتى لو hemodynamically unstable we can try vagal maneuvers اللي هي carotid massage او valsalva maneuver. Carotid massage will be like this, auscultate the carotid to exclude the presence of a bruit, a pressure with two finger or three finger over the carotid artery and avoid a pressure on both carotid on the same time. ما لازم نعمل pressure على two carotid on the same time. هذا ممكن يؤدي إلى severe hypotension. A pressure on the carotid, continuous pressure and massage to the carotid at the level of thyroid cartilage. طبعا البيشنت في هالحالة لازم يكون connected to monitor. وإحنا هنشوف الرسم قدامنا ونسوي هذا الكاروتيد مساج. شنو الفكرة of carotid massage؟ ليش نعمل carotid massage؟ شنو الميكانيزم of carotid massage؟ carotid massage راح يؤدي إلى increase vagal activity. أنه إحنا من هنسوي pressure فشي نسميه coronary sinus، هذا coronary sinus راح يتحفز أنه هذا البيشنت عنده بريشر زايد بداخل الكاروتيد من البريشر اللي احنا هنسلطه، فهذا يؤدي إلى أنه يزيد الفيجل اكتيفيتي، وهاي الانكريز فيجل اكتيفيتي راح تؤدي إلى راح تسبب لنا decrease heart rate and decrease blood pressure. Decrease heart rate أنه تعمل لنا IV block، تقلل الكوندكشن through the IV node، فيؤدي هذا الشيء إلى decrease in the heart rate. وبما أنه إحنا قلنا بالباثوفيسيولوجي أنه most of the cases is due to two pathway in the IV node، فإحنا من عملنا block لل IV node كسرنا هذا circle of the re-entry in the IV node، فممكن هذا يؤدي أنه يرجع patient to normal sinus rhythm. Okay, but we can try this in every patients. وعندنا كثير كثير من المرضى simply with carotid massage يرجع رثم مالتهم إلى normal
rhythm ويكون البيشنت لازم connected to monitor. إذا حاولنا كاروتيد مساج وفالزالفا مانوفر والبيشنت not responding, شنو الدراج of choice in patient with SVT؟ أدينوسين كالسيوم بلوكر. الدراج of choice هو الأدينوسين. الأدينوسين الميكانيزم of function of أدينوسين ليش؟ طبعا راح نجاوب ليش نعتبر الدراج of choice. الأدينوسين الميكانيزم of function أنه it will cause a transient IV block, يقفل الـ IV node transiently. فبما أنه cause IV block فبالحالة راح يكسر الـ circuit of re-entry, وهذا الشيء بما أنه كسر الـ circuit of re-entry ممكن يوقف الرثمية. الشيء اللي يميز الأدينوسين أولاً أنه it has very rapid onset of action, خلال ثواني الأكشن مالته يبدي. هاي نقطة الأولى. فهذا ممكن يساعدني أن يرجع الأرثمية في أسرع وقت ممكن. الشغلة الثانية very short duration of action, يعني الأكشن of أدينوسين ما يطول أكثر من 1 minute 2 minute maximum, فهذا راح يقلل بالسايد إفكت of a drug. زين, فهذا يعني optimal criteria of antiarrhythmic: rapid onset, short duration of action, low side effect. هاي الشغلات الثلاثة ميزت الأدينوسين أنه يكون هو the first drug of choice in patient with SVT, even in patient who is hemodynamically unstable. واضح ليش؟ لأنه very rapid onset, فممكن بسرعة جدا يرجع لك الرثم of patient to normal sinus rhythm. وهذا الشيء اللي أنت تريده. يعني إحنا even if the patient was hemodynamically unstable, إحنا ممكن نحاول carotid massage اللي ما يأخذ من عندنا 1 minute, ممكن ننطي adenosine اللي ما راح يأخذ من عندنا 1 minute 2 minute. If it's still hemodynamically unstable, إحنا ممكن نعبر إلى DC cardioversion. Right? شقد الدوز of adenosine؟ بالبداية نعطي 3 ملي جرام, بعدين 6, بعدين إذا ما استجاب بعد دقيقة دقيقتين 12 ملي جرام. إحنا عادة نبدي 6 ملي جرام, وإذا ما استجاب ممكن 9, وإذا ما استجاب ممكن 12 ملي جرام, هي يعني الماكسيموم دوز. شنو الكونترا اندكيشن تو أدينوسين؟ من المريض اللي ما ممكن نعطي له أدينوسين؟ أزماتيك بيشنت. Patient with severe asthma are contraindicated to adenosine. The side effect of adenosine أنه راح يعمل لنا some form of chest tightness and bronchospasm. وهذا الـ ECG of patient receiving adenosine. شوفوا بالبداية الـ patient having SVT, he given adenosine. بدل action of adenosine أنه causing AV block. شوفوا إيش قد واضح here الـ AV block. بعد هذا يعني من ينتهي الـ action of adenosine راح يرجع الرثم to normal sinus rhythm. وهذا ECG ما أعرف الفيديو واضح يمكن يا شباب؟ أي نعم دكتور واضح. هذا ECG how to give adenosine, يعني أنتم هذا الشيء اللي راح تستعملونه بالطوارئ. يعني هذا patient شفت من المونيتر مالته SVT والريت بحدود 190, فمخلين كانيولا وراح يشوفكم how to give adenosine. تعرفون شلون ينطي الادينوسين؟ يا شباب احد يعرف شلون how to give adenosine؟ يعني ينطي انترافينوس انفيوجن دايركت انجكشن. دايركت rapid intravenous injection, لأن يعني احنا قلنا الاكشن مالته كله ما يطول 1 minute, فاحنا لازم ننطيه بسرعه جدا حتى يصل باسرع وقت الى الهارت. How to give adenosine, اولا لازم نربط كانيولا, ومثل ما تشوفون الكانيولا of the patient in the elbow, يعني مو in the dorsum of the hand, most proximal vein, يكون الاكشن مالته اسرع يصل. الشغله الثانيه هسه راح تشوفون هاي النيرس how to give adenosine.
انا طلت الادينوسين بسرعه وتتبع خلفه 10 سي سي نورمال سلاين حتى توصله باسرع وقت ممكن الى الهارت، وفي نفس الوقت راح نشوف المونيتور هاو ذا ادينوسين از وركينج. هذا سال اي سي جي. هسه تشوفون سرنجتين، هاي السرنجة الكبيرة هي بها نورمال سلاين والسرنجة الصغيرة بها الأدينوسين. وهذا الكونكشن نسميه 3 واي اللي يساعد على انه يحقن تو سبستانس اون ذا سيم تايم. Give the adenosine rapidly, then rapidly inject normal saline, elevation of the hand of the patient حتى يصل في اسرع وقت الى الهارت، وشوفوا how it will act. بدأ يعمل heart block. شوفوا شلون سيفير هارت بلوك، هذه شويه مزعجه للمريض سم تايمز. رجع نورمال ساينس ريثم، كسر السيركت اوف ري انتري ووقف السوبرا فنتركولار تاكيكارديا. هذا الادينوسين. هاي الفتره مال البوزز اللي شفتها يعني ممكن البيشنت يحس بيها في سم سورت اوف تشست تايتنس، بس لازم وي شود اشور ذا بيشنت انه ذيس از نورمال and nothing is harmful. Sorry. هذا فيما يخص الأدينوسي. احنا قلنا بما انه هو رابد وما راح ياخذ من عندنا وقت، فممكن we try it even if the patient is hemodynamically unstable. الأدينوسين ما متوفر زي او انه حاولنا أدينوسين and it is not functioning well. والمريض مالتنا hemodynamically unstable عنده any one of the criteria اللي تحدثنا عليها. ف how we will deal with such patient، شلون راح نتعامل مع هذا المريض. ممكن دكتور دي سي كارديوجرافي إذا كان الpatient hemodynamically unstable، yes DC cardioversion. The DC cardioversion أنه مثل ما شفنا جهاز DC بالمستشفى. بالحالة أنت راح تكون عندك هي elective case، مثل ما قلنا لازم نأخذ موافقات المريض وتكون كل the facilities of resuscitation تكون موجودة ونربط الpatient على المونيتور مال DC. يعني هسه هذا patient شوفوا الheart rate مالته 193 ومختار لي 2 زين وراح يحاول ينطي دي سي كارديو. الدي سي عادة بالاس في تي نبدي ب 50 جول افتر، طبعا افتر جيفينج ذا بيشنت انستيزيا اور سترونج انالجيسيا لانه اتس بينفول بروسيجر. 50 جول عادة الاس في تي هي سمبل اريثميا، ممكن ترجع وذ 1 شوك اور 2 شوكس يرجع البيشنت تو ساينس ريثم. شوفوا شلون راح يختار السينكرونس وشنو اللي راح يصير من يختار السينكرونس. راح تظهر دوت على كل ار ويف. صار اشوف هاي الدوت هاي الدوت الاضاءه المضيئه القويه تشوفوها على الار ويف. من اختار السينكرونس هاي اللي جوا مكتوبه اس واي ان سي ظهر انه الجهاز راح ينطي الشوك على هذه الويف. وطبعا اختار 50 جول مثل ما تشوفون تو ستارت ويز. هسه راح من يشحن الجهاز كاملا طع الشوك هير لا يزال البيشنت اس في تي. زيد الدوز الى 100 جول طع الشوك وبقى مونيتور شاف انه البيشنت لا يزال اس في تي. قرر انه ينطي هاير شوك الى 200 جول
رجع البيشنت للنورمال ساينس ريزم. كسر السيركت اوف 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 اريثميا اللي تصير ورجع البيشنت ساينس ريثم. طبعا احنا عاده ما نصعد هذا الصعود، يعني بالاس بي تي احنا نحاول 50، ما فاد ننطي 75 ننطي 100، يعني ما قبل نصعد الى ال 200 جول. عاده الاس بي تي ما تحتاج الى هاي الهاي دوز اللي هي 200 جول. زين كان هذا كان البيشنت هيمودايناميكلي انستابل، طبعا من ننطي شوك ويرجع البلس اوف ذا بيشنت بالنورمال ساينس ريثم، راسا الكونشسنس تتحسن، راسا البلد بريشر يصعد، لانه رجعنا النورمال هيمودايناميك ستيتس اوف ذا بيشنت. اوكي هذا اذا كان البيشنت هيمودايناميكلي انستابل. اذا كان البيشنت هيمودايناميكلي ستيبل اللي هو موست اوف ذا بيشنت وذ اس في تي جونا انه ما هيمودايناميكلي ستيبل، ف وادينوسين حاولنا not effective أو not available، حاولنا كاروتيد مساج many times وما استفادينا. شنو second drug of choice عند الأدينوسين in SVT؟ فيرابامين كالسيوم شانل بلوكر. فيرابامي يس اللي هو اسمه التجاري ايزوبتي. ايش خد الدوز؟ 5 ملي جرام. الامبول بي 5 ملي جرام. الادينوسين يعطى انترافينوس within 1 to 2 minutes، ندفع سلولي خلال 1 to 2 minutes. الدوز 5 ملي جرام، وايضا نفس الميكانيزم اوف اكشن انه ات ويل كوز اي في بلوك، فراح يكسر السيركت اوف ري انتري وراح يرجع البيشنت تو ساينس ريثم. اني ادراك بما انه كل الباث فيسيولوجي اوف سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا هي حول الاي في نود، فاي ادراك يؤدي الى اي في بلوك ممكن انه يرجع الريثم اوف ذا بيشنت تو ساينس ريثم. فممكن الكالسيوم شانل بلوكر، الفيرابامين او الدلتيازيم، البيتا بلوكر ممكن، ديجوكسين ممكن، كلته ات كان فانكشنينج، الاميودارون ايضا ممكن، كلته ممكن نستعمله ان ديتيرمينيشن اوف سوبرافنتريكولار تاكيكارديا. سوري زين هسه انطينا هاي الدراك والبيشنت رجع للنورمال ساينس ريثم. اوكي ايش راح نوصي يعني يطلع من الطوارئ ذات سيت شنو بعد اللونج تيرم مانجمنت اوف بيشنت اوف وذ اس في تي؟ اللونج تيرم مانجمنت انه تراي تو بريفنت ريكيرنت اتاك اوف اس في تي، فلازم ننطي الدراك اللي يقلل الكوندكشن through the abnormal pathway ويمنع الإكتوبيك بيت. يعني احنا مثل ما شفنا اول سلايد حكينا بالباث اوف فيسيولوجي، احنا لازم تتوفر عندنا شغلتين حتى يصير عندنا اس بي تي. الشغله الاولى abnormal pathway والشغله الثانيه إكتوبيك بيت. زين الابنورمال pathway عند المريض طول حياته، لكن ما هو على طول الخط هو اس بي تي الا من يصير إكتوبيك بيت. واضح. وبالشخص الاعتيادي الاكتوبيك بيت ممكن تكون موجوده ما تعمل اس بي تي الا اذا اكو ابنورمال باث واي، فلازم هذول الاثنين موجودين. فاللونج تيرم مانجمنت انه احنا ممكن ننطي بيتا بلوكر، اني ون اوف بيتا بلوكر اللي يعمل لنا، او كالسيوم شانل بلوكر اللي يقلل الكوندكشن ثرو ذا اي في نود ثرو ذس ابنورمال باث واي ويقلل الاكتوبيك بيت حتى نقلل الريكيرنس اوف اس في تي. اف ذا بيشنت كانوت توليريت ميديكال ثيرابي، يعني مثلا يانج فيميل هير بلاد بريشر موست اوف ذا تايم 90 اوفر 60 وما تقدر تاخذ بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر لانه هذا يؤدي الى هايبوتنشن، او بيشنت unwilling to take medical therapy، يعني يقول لك أنا young age أنا أخو ما أبقى على medical therapy for life، أنا ما أريد medical therapy، أو ظهرت عنده side effect of medical therapy مثل hypotension وإلى آخره، أو failure of medical therapy أنه ده ننطي medical therapy و still the patient having
the current attack of SVT. بهالحالات we can refer the patient for electrophysiological study and ablation of this accessory pathway. بالالكتروفيسيولوجيكال ستدي يروح الكارديولوجيست الى this accessory pathway يسوي له ablation by cautery. بالحالة راح يرجع البيشنت انه عنده one pathway فقط اللي هو normal pathway، وحتى اذا صار ectopic bleed بالمستقبل ما راح يصير عنده re-entry circuit وينهي ال SVT. بال SVT ال ablation effective in 95% of the cases. It is very effective, save a procedure وممكن تنهي الموضوع نهائيا. فنرجع ونقول انه it is not indicated in every patient, but it indicated in patient who cannot tolerate or who have side effect of medical therapy, failure of medical therapy, unwell of taking medical therapy. بهذول الثلاثة نحن ندزم for electrophysiological study. عندكم سؤال لحد الآن؟ أكو أي سؤال؟ واضح دكتور عشتيدك. هذا كل ما يخص السوبرا فنتريكولار الرثمية تاكي الرثمية. هسا راح ننزل إلى الفنتريكولار. الفنتريكولار عندنا الثلاثة المهمات هما البريماتور فنتريكولار كونتراكشنز PVCs فنتريكولار تاكيكارديا and فنتريكولار فيبريليشن. شنو الابنورمال in this trip؟ We have one inverted wide QRS complex at the end of strep. زين. الابنورمال انه هاي كلتها هي نورمال ما عدا this beat is abnormal. الابنورمال in this beat انه اولا هي premature لانه المسافه here 4 square في حين انه هاي البيت جتنا كلش premature. هاي اولا. ثانيا الـ QRS مالتها يختلف عن شكل الـ QRS الباقي. يعني احنا الـ Atrial Ectopic تذكرون كان الـ QRS نفس الشكل اللي يختلف الـ P-Wave. هوني الـ QRS complex is bizarre shape. Why the QRS complex? And differ its morphology differ from the other QRS complexes. فهذا نسميها premature ventricular contraction أو ventricular ectopic beat. ميزة أي رثم يطلع من الventricle. هسا احنا راح نتكلم عن الventricular. أي رثم it originated from the ventricle يكون ميزته أن يكون wide QRS complex. هذا شيء يعني من تشوف هكذا wide QRS complex أنت تقول يعني هذه 90% it originating from the ventricle. هاي شغلة. الشغلة الثانية أنه شلون يكون شكل الـ QRS complex؟ الـ ST segment والـ T wave يكون بالعكس، يعني إذا كان الـ QRS complex mainly down، الـ ST segment والـ T wave تكون up. وإذا كان الـ QRS complex mainly up، الـ T راح تكون T inverted. وهذا عندنا rhythm of the patient with multiple ventricular ectopic beats. هذه الـ beat هي normal. وهاي البيت هي ectopic. طبعا بها تسميات يعني مختلفه وكلاسيفيكيشنز مختلف. يعني اكو من يسميها مونومورفيك بوليمورفيك. مونومورفيك انه يكون نفس الشكل على طول الخط. يعني هذه البيت هي ectopic وهذه البيت هي ectopic نفس الشكل مال هذه كلتهم نفس الشيب فيسميها مونومورفيك انه كلتهم طالعين من نفس الفوكس اوف ذا فنتريكل. مرات تشوف بنفس الستريب QRS شكل و QRS آخر شكل. معناته this is multifocal ectopic. أنا طالعة كل واحدة طالعة من focus معينة فكل واحدة تطلع بشكل يختلف عن شكل الثاني. زين حسب الفريكونسي يعني هوني هذه نسميها ventricular bigeminy. bigeminy أنه عتجينا بتكرار ثنائي يعني one beat normal one beat ectopic. One beat normal, one beat ectopic. مرات نسميها ventricular trigeminy. أنه two beat normal و beat ectopic.
وهكذا ويتكرر السيكونس بهذا. How the patient presented؟ راح يجينا البيشنت with palpitation. Palpitation. بيحس البيشنت abnormal beat. طبعا الكوزز مالتها يعني مختلفة، ممكن تكون يعني ممكن نشوفها in some physiological، يعني كلتنا إذا نعمل هولتر ممكن نشوف some form of ventricular ectopics. نتيجة increase catecholamines anxiety، ممكن زيد البيجيمني، وطبعا ممكن تكون pathological أنه occur in patient with cardiomyopathy, hypertension, ischemic heart disease, heart failure, valvular heart disease وإلى آخره. المانجمنت of the ectopic beat هي المانجمنت of the underlying cause. يعني إحنا we look for the cause and treat the cause. إذا عالجنا السبب most of the ectopic beat راح تختفي. إذا شفنا أنه ما وجدنا أي سبب الهارت is completely normal، ما عندي hypertension، ما عندي valvular heart disease الآخر، وstill the patient having ectopic beat وstill symptomatic، فممكن نستعمل beta blocker اللي تقلل لنا وتعمل لنا suppression of the ventricular contraction. This strip إيش هنشوف فيه؟ Regular, yes. No B wave. Rate. Tachycardia, يعني. تخريبا. إيش قد المسافة between two QRS complex بحدود مربعين كبار أو أقل شوية. Rate بحدود 150-160. نورمال مثل البروغادا سيندروم واللونج كيو تي سيندروم، اكو فد انواع معينه. زين نيجي هسه الى هذا الفي تي، هاو تو ابروتش، هاو تو مانج سش بيشنت. دي سي الابروتش مالتنا هو نفس الابروتش مال يعني يشابه الابروتش اوف اس في تي. اولا انه تو اسس يعني ادمشن اوف ذا بيشنت، connect the patient to monitor continuous monitoring of the rhythm of the patient, assess hemodynamic status. إذا hemodynamically stable we can try medical therapy. إذا hemodynamically unstable DC cardioversion من البداية. That's it. DC هوني نفس الطريقة نفس الكلام اللي تحدثنا عليه، لكن عادة وأيضا لازم يكون synchronous، لكن الشوك تكون أكثر، يعني نبدي ب 100 جول 150 جول لان هذه مور ريزيستنت الريثميه. الميكانيزم اوف او الباث فيسيولوجي اوف في تي عاده انه عندنا سم تريجرد اكتيفيتي اند ري انتري ان ذا فنتريكولار ماسل، هذا اللي يؤدي تو ذس في تي. فالدي سي يعني ننطي دي سي شوك تو ذا بيشنت وحتى ارجع ريثم تو نورمال. اما اذا كان البيشنت هيمودايناميكلي ستيبل فشنو الدراج اوف تشويس ان بيشنت وذ في تي؟ دورامينرون. احنا لازم ننطي الدراك اللي act on the ventricular muscle. يعني البيتا بلوكر راح تعمل لي اي في بلوك، الاي في نود هي مو جزء من الارثميه هير، ف it will not be effective. الديجوكسين مثلا يعمل لي انت اي في بلوك والاي في نود هي مو جزء من هذه الارثميه، فاذا it is not effective in terminating this arrhythmia. فإذا إحنا لازم نستعمل medication اللي affecting the AV node، العفو sorry affecting the ventricular muscle. The drug of choice اللي دوكاين. إزاي لوكاين؟ هذا local anesthesia اللي دوكاين يعطى intravenously 100 milligram اللي هي 5 cc، يعني slow intravenous injection، وبعدين المشي intravenous infusion.
مشكله الزيلوكاين انه ممكن يؤدي بالالدرلي الى كونفيوجن، وايضا حتى ممكن يؤدي الى كونفولشن بالالدرلي، فلازم نكون حذرين بالزيلوكاين. هذا وان اوبشن. الاوبشن الثاني هو الاميوداران انفيوجن. طبعا وي شود لوك فور ذا اندرلاين كوز اند تريت اندرلاين كوز. وي شود لوك فور اني الكترولايت ابنورماليتي، هايبوكاليميا، هايبركاليميا، هايبومغنيسيميا. هذول الثلاثة ممكن يؤدون إلى ventricular tachycardia، فلازم ندز البيشنت فور magnesium level، ندز البيشنت فور potassium level، and any one of these electrolyte disturbance should be corrected. What is dysrhythm? عشان نشوف شو اللي هنشوفه. مجرد abnormal bizarre shape non-recognizable wave. يعني أنا ما عاد أقدر أشوف لا P-wave ولا QRS complex ولا أقدر أحسب rate. زين، والرسم is irregular, completely irregular. So what is the diagnosis of this rhythm? Ventricular fibrillation. Yes. Ventricular fibrillation. Yes. Ventricular fibrillation. اللي هي تعتبر يعني one of the fatal arrhythmia. وفي نفس الوقت it is easily correctable. Easily treatable. لكن هي fatal if not treated properly. The ventricular fibrillation can occur in patient with heart failure, patient with ischemic heart disease, وخاصة acute myocardial infarction. Most of the cases of ventricular fibrillation occur post myocardial infarction. ولهذا تذكرون احنا من قلنا بالacute coronary syndrome اول شيء نعمله انه نربط البيشنت ومونيتور، لانه ممكن يحصل هذه الارثميا ممكن تحصل. البيشنت during this arrhythmia راح يكون unconscious لانه ما اكو اي cardiac output بهالحاله. البيشنت راح يكون unconscious, not responding to command, no detected pulse, no breathing, no detected blood pressure. يعني البيشنت dead like. نخلي المونيتور على البيشنت ونشوف هذه الابنورمال rhythm. How to be treated؟ شلون يتعالج البيشنت؟ defibrillation urgent cardiac defibrillation. فأحسن نخلي البادلز بهالحالة راح يكون emergency، فما راح يحتاج لا إلى analgesia ولا إلى anesthesia ولا إلى consent of the patient، لأنه ما عندك وقت، مجرد تخلي البادلز، وما يحتاج إلى synchronous مثل ما حكينا بالمستشفى، لأنه ما عندي فد recognizable R wave، وننطي the higher shock اللي موجودة بالجهاز. أكثر شوك يعني الجهاز اللي شفناه بالCCU من كنا داومنا شفناه 360، فننطي 360 وننطي الشوك. ننطي الشوك ونراقب الريثم of the patient. رجع sinus rhythm راح نتوقف. Still VF ننطي شوك ثاني. وهكذا إلى أن يرجع الريثم of the patient to normal sinus rhythm. بس يرجع الريثم of the patient to sinus، تشوف البيشنت راح يرجع conscious، ويرجع البلس، ويرجع البريثينج، ويرجع بلد بريشر، وإلى آخره. طبعاً patient with BT and VF إذا كان الكوز non-correctable فمعرضين أن يصير عندهم VT و VF بالمستقبل. We should prevent this. يعني مثلاً أنا دخل عندي مريض مثل ما شفنا بالCCU، مريض دخل acute myocardial infarction، لما CCU عدامون دخل عندكم كيس acute myocardial infarction، وأول ما دخل عندكم بالطوارئ صار VF، طلعت مديسي رجع سالس مثلا، عالجت من myocardial infarction وكمل الأربع أيام الكورس مالته مال الـ مال الـ مال الهوسبيتال، وعملت ميكو كارديوغرافي وطلع الـ LV function مالته good،
سوري وصار جود ريسبونس تو ثرومبوليتيك ثيرابي، هذا البيشنت ما اعتقد انه راح يصير بالفيوتشر ارثميه لانه الكوز تعالج. واضح؟ مريض اخر، سيناريو اخر، مريض نتيجه الكترولايت ديستربنس مثلا سيفير هايبوكاليميا، صار عنده لونج كيوتي سيندروم وديفلوب فنتريكولار تاكيكارديا، دخلته انت انطيته بوتاسيوم وعالجت الفنتريكولار تاكيكارديا، هذا ايضا ما اتوقع انه يصير عنده ريكيرنت اتاك اوف في تي، انت عالجت الارثميا، وهذا ما تخاف من انه يصير عنده ريكيرنت اتاك ان ذا فيوتشر. مريض، وهذا الريال سيناريو طبعا، patient young patient مرة دخلت للطوارئ وكانت مجرد flu like illness، أخذت على flu like illness azithromycin and loratidine، هذول الاثنين معروف عنهم أنه يعملون long QT، يطولون ال QT interval، فصار عنده long QT syndrome وجد with VT due to this long QT syndrome. وقفنا الدرك هذه الاثنين، عالجنا ال VT، رجعت البيشنت نورمال، فهذه ما اتوقع بالفيوتشر انه يصير عنده ريكيرنت اتاك او في تي. هذا سيناريوهات لواحد. سيناريو اخر، patients with advanced heart failure ejection fraction 30 اقل من 35 وجاكم الى الطوارئ as a heart failure وديورينج ذس صار عنده ventricular tachycardia او صار عنده ventricular fibrillation، عالجتم الventricular tachycardia وعالجتم الventricular fibrillation والcause of heart failure is irreversible، مثلا advanced ischemic heart disease أو dilated cardiomyopathy، هذا الpatient أتوقع بالfuture أنه ممكن يصير عنده a recurrence of VT or ventricular fibrillation، وهذه الVT أو الventricular fibrillation ممكن تصير at any time during sleep, during driving, when the patient alone at home، بحيث أنه ما يقدر يصل للهوسبيتال for management وممكن تكون fatal. فبهالحالة أنا لازم try to prevent this VT أو try to deal with this VT at any time. واضح الفرق بال... واضح الفكرة يا شباب؟ نعم دكتور. Yes. فحتى deal with this patient صنعوا device اللي هو ال ICD. طبعا هاي طريقة اعطاء DC conversion. صنعوا جهاز مثل هذا الجهاز DC لكن البيشنت شايله معانه 24 ساعة بالبيت، اللي هو implantable cardiac defibrillator، ينزرع تحت السكن of the patient بطارية بحجم 5 في 5 سنتيمتر تقريبا، وبها واير وليد، وصراحة من نتكلم على برادكاردي راح تشوفوا نفس الفكرة مع البيس ميكر، ليد واير بداخل الفنتركل، هذا يتحسس الرثم of the patient if the patient develop VT، فراح ينطي intracardiac shock داخل الهارت، ينطي شوك يرجع الرثم of the patient to sinus rhythm. وعدنا كثير آلاف مرضى زارعين ICD وكثير منهم يجونا بين فترة وفترة يقول دكتور أنا البيحة حسيت الصدمة طعاني الجهاز، نراقب بالكمبيوتر بالبروغرامر نشوف أنه البيشنت كان ventricular fibrillation والجهاز كان طعانه شوك وسيف هيز لايف. واضح؟ فهذا قلل كثير من الكاردياك مورتاليتي. فالآي سي دي يعني مو indicated in every patient with ventricular tachycardia، indicated in patient with severe LV dysfunction الإجكشن فراكشن أقل من 35 and having ventricular tachycardia when we expecting the cause of VT or VF is irreversible and it can be recurrent. بالحالة الـ implantation of ICD is very effective and saving many 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 patients. الحقيقة زين، what is this؟ هو العنوان مكتوب هو السيستول، هذا نوع من أنواع الأرثمية اللي يعتبر the worst prognosis، مثل ما تشوفون أنه ما أكو any electrical activity of the heart والheart متوقف بالكامل. المورتاليتي ريت of asystole
بحدود 95%. إذا وصل معظم حالات الأسيستول هي untreatable ventricular fibrillation، يعني من يكون عندك البيشنت with VF وما أخذ DC shock within 2-3 minutes راح ينتهي الرثم مالته with this. البيشنت طبعا نفس الشيء راح يكون unconscious, not responding to command, no pulse, no blood pressure إلى آخره. How to manage this patient؟ طبعا هذا نسميه non-shockable rhythm، يعني ما راح يستفاد من الدي سي شوك هذا، لانه الدي سي شوك انه من يكون عندنا some electrical abnormal electrical activity of the heart. هون اصلا ما عندي electrical activity، فهذا البيشنت يستفاد من what is called as cardiopulmonary resuscitation، انه try يعني شوف هذا any patient unconscious نمدي ب basal basic support والABC، ممكن pericardial thump يعني ضربة على الصدر ممكن ترجع rhythm of the patient، attack patient to monitor assess rhythm of the patient. هاي أي patient تشوفه unconscious، ممكن rhythm of the patient يطلع VT VF مثل ما شفنا ECG، وهذا يحتاج إلى DC cardioversion، أو يطلع asystole no VT no VF، هذا يحتاج إلى CPR for 3 minutes cardiac compression، أنه pressure على lower sternum بريت بحدود 100 presses per minute، وكل 30 ضغط على الصدر البيشنت يأخذ 2 breath by the elbow back 30-2 وتظل نكرر هذه السيركل for 3 minutes. بعد الـ 3 minutes we reassess، إذا بقى أسيستول نبقى نعيد هذا السيركل، وممكن during this circle ننطي intravenous adrenaline أو intravenous atropine حتى نحفز الـ contractility of the heart. مثل ما قلنا الـ mortality rate معناتها is very high، وممكن نبقى احنا بـ CPR لمدة 15-30 minutes، if there is no response راح يعتبر الـ patient dead. أكو سؤال؟ اوكي هسه احنا خلصنا كل انواع التاكي الرثمية، اذا ما عندكم سؤال عليها راح نعبر على البرادي الرثمية. انه من يكون عندنا الهارت ريت از سلو، البرادي الرثمية اول نوع من انواع البرادي الرثمية هو ساينس برادي كارديا، تحدثنا عليها من تكلمنا على الساينس نود ديزيز. المكان الآخر اللي يصير بـ failure of conduction of the action potential هو الـ AV node، ونسميه AV nodal block. الـ AV nodal block بـ 3 أنواع: first degree, second degree and third degree. والـ second degree يقسم إلى type 1 and type 2. أول نوعين هذول الـ first والـ second type 1 يتشاركون بنفس الـ causes ونفس التريتمنت. Second degree type 2 والثيرد يتشاركون بنفس الكوز ونفس التريتمنت. هسه راح نتكلم عليها. What is the abnormality in this ECG؟ Prolong دكتور بال prolong PR interval. Great. Regular. 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 P wave present. Present. Normal. PR. Interval prolonged. PR. قلنا maximum هو 4 مربعات صغار. هون تقريبا 10 مربعات صغار. فIt is prolonged. 9 أو 10 مربعات صغار. لكن من نتعامل بال. شوفوا إحنا من نتعامل بالتكيكارديا حكينا إيش الشغلات اللي ننتبه عليها. Regular irregular. P-wave موجودي ما موجودي، QRS complex narrow low wide إلى آخره. هوني من راح نتعامل مع الهارت بلوك ننتبه على الأمور التالية: ال PR interval زين، والrelation between P
and the QRS complex. هاي شغلتين المهمات اللي ننتبه عليها. يعني هل هسه هون ال PR interval prolonged، مو بس prolonged، prolonged and fixed، يعني كل beat واللي بعده اذا نحسب ال PR interval كلتهم ثابتين، مو صحيح؟ اوكي اوكي دكتور. هاي شغله. الشغله الثانيه انه كل P اكو خلفه QRS complex، كل P اكو QRS complex، فال relation ما بين P and the QRS complex are fixed. كل P there is a QRS complex. هذا النوع هو ال first degree heart block. الباثوفيسيولوجي بال first degree heart block مجرد انه ما الاكشن بوتنشال يطول مثل ما قلنا يبقى بالاي في نود لمده 0.1 سكند، هون حيطول لمده 0.3 سكند، حيطول اكثر. مجرد انه الاي في نود تعمل ديلي ان ذا كوندكشن اوف ذا كيو ار اس كومبلكس، لكن بالنهايه كل الامبلسز حتعبر الى الفنتركل. هذا الفيرست ديجري هارت بلوك. الكوزز اوف ذا فيرست ديجري هارت بلوك ممكن يكون فيسيولوجيكال، ممكن يكون نتيجة دراك ثيرابي مثل بيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والديجوكسين، ممكن يكون نتيجة سكليروسيس of the IV nodes، ممكن نشوفه بالأثليتيك بيبول نورمالي وخاصة during sleep. زين ممكن يكون نتيجة ischemic heart disease. فالcauses are ممكن يكون يعني ممكن يكون physiological وممكن يكون pathological. السيمتوم عادة it is asymptomatic. الشيء المهم بالفيرست ديجري هارت بلوك انه احنا يعني احنا اذا صادفنا بيشنت انسيدنتلي تو هاف فيرست ديجري هارت بلوك انه ما نعطي الدراكس اللي تزيد لنا الاي في بلوك مثل البيتا بلوكر والديجوكسين والكالسيوم شانل بلوكر. هذا البيشنت ما نعطي له هاي الدراك حتى لا نزيد السيفيريتي اوف ذا اي في بلوك. عاده ما يحتاج الى ما بيفيد symptoms وما يحتاج إلى أي treatment. هذا الستريب الآخر. دكتور irregular. Yes. A prolong of QRS interval. بعدين يجي absent of QRS. يعني هوني اللي يصير عندنا ال P wave present طبعاً. نعم. هذه P normal QRS complex، عفوا normal PR interval، اللي بعده P with prolonged PR interval، اللي بعده P with more prolonged PR interval، اللي بعده P without QRS complex، بعدين ترجع P with normal PR interval يشبه ال PR interval الأولاني، وتنعاد السيركل من جديد prolonged prolonged PR interval و missed. هذا نسميه وينكبخ فينومينا أو second degree heart block type 1 الوينكبخ. الكوزز نفس الكوزات اللي قلناها مال الفيرست degree، ممكن يكون physiological ممكن يكون pathological. عادة it is asymptomatic وعادة it not require treatment، ما عدا يعني نعالج الكوز. يعني إذا كان نتيجة إسكيميا نعالج الإسكيميا، إذا كان البيشنت هياخذ أوفر دوز أوف بيتا بلوكر أو كالسيوم شانل بلوكر نوقف البيتا بلوكر، أما عداها فما عندنا أني ما بيفد أني فيسيولوجيكال كونسيكونسز وعادة ما يسبب لنا أي سيمبتوم. زين هون إيش هنشوف؟ الريت سلو بحدود 40، ريجولار البي ويف بريزنت. يعني هوني شوفوا this is P State. normal PR interval QRS complex P without the QRS complex P without the QRS complex P normal PR normal QRS complex. واحد اثنين ماكو QRS complex، الثالثة بها QRS complex وهكذا.
اللي حيصير هير انه الاي في نودز حتعبر امبلس وتوقف اثنين، تعبر وحده توقف اثنين ترجع السيركل هكذا تنعاد من جديد. هذا نسميه 2-to-1 موبيتس تايب 2 هارت بلوك، العفو هذا 3-to-1، يعني كل ثلاثة impulses هتعبر وحدي. ممكن أنه 2-to-1 أنه نشوف 1 QRS complex not conducted 1P not conducted والثانية conducted وهكذا، ممكن يكون 4-to-1 5-to-1 حسب الـ severity of the condition. هذا almost always pathological، يعني ماكو physiological morbid type 2، دائما pathological، إما نتيجة sclerosis of the IV node أو نتيجة drug therapy أو نتيجة ischemic heart disease أو إلى آخره. زين، عادة الـ patient يجينا symptoms with low cardiac output، يعني fatigability syncopal attack. زين، ونشوف الـ ECG like this. هذا الـ ECG الآخر rate 40 P wave اللي ده يأشر عليهم بالسهم regular P wave، PR interval معكو، QRS complex wide. شنو فرق هذا عن الـ ECG اللي قبل؟ There is no relation between QRS complex and P wave. Yes. بالECG اللي قبله أكو علاقة ثابتة ما بين الP والQRS complex. كل اثنين P واحدة QRS complex أو كل ثلاثة P واحدة QRS complex، وباستمرار هذه العلاقة ثابتة. Here ماكو هذا العلاقة، يعني إحنا عندنا هون مثلاً ثلاثة P واحدة QRS، هون اثنين P واحدة QRS وهكذا. So there is loss of the relation between P wave and the QRS complex. I will say complete AV dissociation, complete atrioventricular dissociation. اكو فصل كامل ما بين الاتريوم والفنتريكل. يعني الاتريوم هيعمل contraction لواحد ويطلع هاي الP wave، والفنتريكل هيعمل contraction لواحد ويطلع هذا الـ QRS complex. اللي هيصير بهذه الحالة what happened here انه ما اكو اي impulse، اي امبلس ما يعبر من الاتريوم للفنتركل. واضح؟ الاي في نود كومبليتلي بلوكت، ولهذا ايضا يسمى كومبليت هارت بلوك او ثيرد ديجري هارت بلوك. زين، اذا واحد يسال اذا الاي في نود ما تعبر ولا امبلس من الاتريوم للفنتركل، شلون الفنتركل حيصير بي كونتراكشن؟ شلون البيشنت ستيل الايف؟ ترفوكاي ان ذا فنتركل. Yes. نرجع على أول سلايد شفناه بالسيمينار أو ما يعني بعد البري تيست، من تكلمنا على الكوندكتيف سيستم of the heart، وقلنا إذا صار عندنا failure of any part of the conductive system الأجزاء البقية ممكن تعوض عن هذا الشيء. فاللي حيصير in this patient أنه أكو focus بالventricle هي اللي عتنطي impulse as a backup pacemaker حتى لا يتوقف الهارت. شون عرفنا أنه أكو فوكس بالفنتركل على التنطي؟ لأنه شكل الـ QRS complex wide يشبه الـ any rhythm that is originating from the ventricle. زين، ميزة هذا مثل ما تذكرون قلنا أنه ينطينا rate بحدود 20-40 الفنتركل. فالـ patient راح presented with feature of low cardiac output, syncope, unconscious. ممكن يكون البيشنت due to low cardiac output أو fatigability. قال لك دكتور أنا أمشي، أنا وقاعد ما عندي مشكلة بس أتعب من أمشي لأنه ما عنده cardiac output. هذا أيضا almost always pathological. فmorbid type 2 اللي تكلمنا عليه قبل شوية أو هذا النوع اللي هو complete heart block، اثنين أتم symptomatic، اثنين أتم pathological، اثنيناتهم يحتاجون الى management، مو مثل النوعين الاولانيين اللي تحدثنا عليهم. How to deal with this؟ دور pacemaker. Pacemaker. خاصة إذا كان الـ patient symptomatic.
زين، يعني احنا مرات يجينا بيشنت الحقيقه نشوف كومبليت هارت بلوك، ندور بالهيستوري نشوف البيشنت عنده سيفير هايبوثايرويديزم، عندك اي سيمتوم ريليتد تو هارت بلوك؟ يقول لك لا. عندك سينكوب؟ لا. عندك فاتيكابلتي؟ لا. نعالج الثايرويد فانكشن، يتصلح الكوز، يرجع رسم اوف ذا بيشنت تو نورمال. بيشنت هياخذ اوفر دوز اوف بيتا بلوكر وجانا كومبليت هارت بلوك، ستيل هي از اسيمتوماتيك، ممكن نوقف بيتا بلوكر الى ان ينتهي الاكشن اوف بيتا بلوكر، يرجع الريثم اوف ذا بيشنت تو نورمال. اما اذا كان البيشنت سيمتوماتيك يعني جايك وذ سينكوب او لوس اوف كونشسنس، فهذول يحتاجون الى بيس ميكر. البيس ميكر طبعا اضافه الى المانجمنت اوف ذا اندرلاينج، البيس ميكر اكو بي نوعين، اكو تيمبوراري بيس ميكر واكو البيرمننت بيس ميكر. احنا عاده مرضانا نخلي لهم بالبدايه تيمبوراري بيس ميكر وننتظر عليهم فور 2 الى حد 7 دايز. During this period, we try to correct any cause of bradycardia. إذا عالجنا الكوز، يعني مثلاً عندنا كثير مرضى ماخذين overdose of beta blocker وجانا complete heart block وsyncope، خلينا temporary pacemaker like this، وقفنا البيتا بلوكر خلال يوم يومين ورجع الرثم of the patient normal بعد ما انتهى مفعول البيتا بلوكر، بهالحالة we will remove the temporary pacemaker ونوصل patient in the future not to take beta blocker in the future. بعد احنا عالجنا الريفرسبل كوز، الريثم اوف ذا بيشنت تحسن، اكتفينا بالتمبوراري بيس ميكر. مرات يجينا بيشنت ريكيرنت سينكوب كومبليت هارت بلوك، ندور على اي كوز فور براديكارديا ما نلقي، زين نخلي التمبوراري بيس ميكر 1 2 3 دايز، اذا ما رجع الريثم اوف ذا بيشنت تو نورمال بهالحاله هو راح يحتاج الى بيرمننت بيس ميكر. التمبوراري بيس ميكر بي نوعين، بهذا اللي احنا موجود عندنا اللي هو ترانس فينوس، انه نخلي عبر هذا الكاثيتر، هذا الكاثيتر او الليد من الفيمورال فين الى داخل الرايت فينتركل وينربط with this generator. هذا الجنريتر بينه بطاريه ينطي امبلس بالريت اللي احنا نحدده وراح ينطي امبلس للمريض. او النوع الثاني اللي هو الترانسكوتينيوس تيمبوراري بيس ميكر، انه تنربط بادلز مثل هذه الاسقاط على تشيست اوف ذا بيشنت وتنربط بالجنريتر نفسه، هذا الدي سي ماشين اللي شفناه ممكن ينطي امبلسز وتنطي امبلس للبيشنت، وهذه الامبلس تنتقل فروم ذا سكن اوف ذا بيشنت الى الهارت. هذا الحقيقه هذا النوع هو اسهل لانه ما بي انترفنشن، ما بي اي شيء يدخل داخل البادي اوف ذا بيشنت، لكن it is painful انه حينقل الامبلس فروم ذا سكن تو ذا بون تو ذا مسل الى الهارت. اذا ما تحسن البيشنت فبالحاله راح يحتاج الى البيرمننت بيس ميكر. البيرمننت بيس ميكر انه ندخل ليد ثرو ذا سبكليفيان فين الى داخل الرايت فينتريكل، وهذا الليد كونكتد تو باتري او جنريتر، هذا ينطي امبلسز الى البيشنت. هذا هو حجم الديفايس البيس ميكر، واكو بي انواع مختلفه، اكو بي 1 ليد 2 ليد، ما اطلب منكم التفاصيل مالته. والبيشنت راح يكون عنده سكار ان ذا، عاده نخلينه بالليفت سايد سب كلافيكولار اريا، ويبين بلجينج اوف ذا ديفايس like this. The ECG of patient with pacemaker راح يبين عنده the ECG like this wide QRS complex، وعنده عادة يظهر spike قبل the QRS complex، معناته this QRS complex or this rhythm is originating from the pacemaker. عندكم سؤال لحد الآن؟ نعم واضح دكتور. اوكي،
هذا احنا هسه تكلمنا على الكوز اوف برادكارديا اذا كان بالساينس نود، وتكلمنا عليها اذا كانت بالاي في نود. نتكلم اذا كان البلوك ديستال تو اي في نود اللي هو بندل برانج بلوك. البندل برانج بلوك ما تاثر على الباثوفيزيولوجي اوف ذا بيشنت، لانه وحده من البندل ويل بي بلوكت والثانيه راح تعوض، راح تعمل عندنا كونتراكشن اوف ذا فينتريكل. فما نتوقع ان البيشنت يصير عنده برادكارديا، بس مجرد اي سي جي تشينجز بدون برادكارديا. يعني الرايت بندل برانج بلوك، اف ذا رايت بندل هي اللي بلوكت، هذه بلوكت، فالامبلس راح ينتقل حتى يعمل كونتراكشن للرايت فينتريكل، راح ينتقل from the left bundle إلى right bundle. الشكل اللي راح يطلع عندنا بس بيفت characteristic ECG changes أنه يطلع عندنا M shape in V1. يعني إحنا المفروض بالnormal person أنه يصير عندنا action potential ينزل بالright bundle وبالleft bundle في نفس الوقت، ويصير عندنا left bundle تعمل contraction of the left ventricle. زين، والرايت بندل تعمل contraction of the right ventricle on the same time، ويظهر عندنا QRS complex narrow QRS complex with one R wave. بهذا المريض اللي دي يصير أنه بما أنه الرايت بندل blocked، وراح ينزل الاكشن potential through the left bundle يعمل contraction of the left ventricle يسبب لنا أول R wave هذه. بعدين الاكشن بوتنشال راح ينتقل من الليفت بندل الى الرايت فينتريكل يعمل كونتراكشن اوف ذا رايت فينتريكل تظهر عندنا انذر ار، فصار عندنا 2 ار ويف. زين، يشبه الام شيب ان في 1. هذا في حاله الرايت بندل برانج بلوك. الرايت بندل برانج بلوك ممكن تكون normal in 10% of the population، ممكن تكون نتيجة valvular heart disease, cardiomyopathy, ischemic heart disease أو إلى آخر. The left bundle branch block almost always pathological. Hypertension, valvular heart disease, cardiomyopathy, congenital heart disease. يعني لازم يكون عندنا فد some trauma to the heart, post surgery to the heart تصير. بالحالة الليفت بندل هي اللي بلوكت، فمن ينزل الاكشن بوتنشال راح يغذي الرايت فينتريكل فيرست، ويصير عندنا كونتراكشن اوف ذا رايت فينتريكل، بعدين ينتقل الاكشن بوتنشال الى الليفت فينتريكل، فيصير عندنا كونتراكشن اوف ذا ليفت فينتريكل، ويظهر عندنا ايضا ام شيب، لكن يظهر الام شيب ان ليد 1 اي في ال في 5 اند في 6. اذا بالحالتين عندنا وايد كيو ار اس كومبلكس ام شيب. إذا كانت الام شيب بال في 5 في 6 فهي ليفت بندل برانج بلوك، إذا كانت بال في 1 في 2 هي رايت بندل برانج بلوك. هذول بالحالتين المانجمنت اوف ذا اندرلاينج ديزيز، ما يحتاجون لا بيس ميكر ولا انترفنشن ولا الى اخره. واضح؟ واضح. طبعا هذا البيشنت إذا يحتاج إلى بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر إحنا ممكن نعطيه، يعني هون بهالحالة البيتا بلوكر ما تعتبر كونتراندكيتد. يعني مثلا هذا البيشنت هو إسكيميك هارت ديزيز، نعطي بيتا بلوكر عادي إذا الريت مالته يساعد. نرجع إلى البري تيست اللي طعنانه بأول السيمينار السابق. هسا هذا شنو الإي سي جي؟ دكتور ريجولر ونارو كيو ونو بي ويف ريت 150 تقريبا تيكي كارديا نارو كيو ار اس كومبلكس ريجولر نو بي ويف. اذا هذا شنو؟ اس في تي. يس، ذس اي سي جي. ركزوا لي على الستريب اللي جوا. This is P wave, prolonged PR interval,
followed by QRS complex. P wave نفس ال PR interval followed by QRS complex. P wave نفس ال PR interval followed by QRS. إذا